انخفاض أسعار الماشية بسوق الرحمة ارتاح لها كثير من المواطن وزوار المنطقة. جيت أنا زاير هنا للولاية طام الراسط، لقيت الأسعار لا بأس. هنا يعني هنا في ولايتنا في ولاية بازا راه 5 ملايين 6 ملايين حتى 10 ملايين الكباش. هنا الله يبارك راهم الغلم هنايا راهي بزوج ملايين ونص 3 ملايين 3 ونص لا بأس كاع. السوق بارك الله فيهم كي داروا هذا السوق، السوق راه يتطلب من 2 ملايين ونص الى 3 الى 4. تجار المقايضة رحبوا بالفكرة شاكرين أحد الخواص على توفيره فضاء لإقامة السوق مجانا للعارضين. الحمد لله الأسوام في متناول الجميع، من التاجر إلى المستهلك، راهي من 2.5 حتى 3700 3600 على حسب المستهلك. إن شاء الله أنا في حسن ظن المستهلك. طلب الموالين وتروكيست اللي بغى يجي يحط هنا ثاني نعطوا له بلاصه، والبلاصه راهي مجانيه ان شاء الله، ويدير بلاصه ويحط غنمه هنا، ومرحبا بالمواطنين ثاني في اي وقت. العمليه تدخل في اطار تطبيق تعليمات وزير التجاره وترقيه الصادرات والسلطات المحليه، والتي تهدف الى تخفيف العبء على المواطن. حيكون ان شاء الله سوق الرحمه عن طريق تطبيق اسعار موضوعيه وأسعار في متناول إن شاء الله المواطن، باش يقدر يقتني الأضحية تاعو بأسعار اللي مناسبة ليه. إن شاء الله هذا السوق هذا راح يتوفر على جميع الظروف الأمنية، وراح يكون إن شاء الله طبيب بيطري متواجد هنا على مستوى السوق بمدار الساعة إن شاء الله للحفاظ على الأضاحية هذه. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المذبح الجديد التابع لأحد الخواص سوف يفتح أبوابه بالمجان طيلة أيام العيد للمواطنين.